السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين الأعزاء في قناة منير القرشي مرة أخرى. للمرة الثانية بروح سوق الزل، لكن هالمرة بكاميرا جديدة، كاميرا دي جي آي أوزمو بوكيت 3. المرة الأولى صورت في الجو برو، لكن المرة هذه بصور في الدي جي آي أوزمو بوكيت 3 ونجرب معكم التصوير الليلي. خليكم معنا. طبعاً تعمدت أني أصور في الوقت هذا المتأخر عشان الوقت بيكون ليل، فقالوا الدي جي آي أوزمو 3 بوكيت بيكون التصوير فيه ليلي واضح. أجواء سوق الزل في الليل ما شاء الله جميلة ورائعة. الآن أجرب معكم تصوير الليلي بدون تفعيل خاصية الوضع الليلي، بعد شوي إذا صار الظلام أوضح نفعل الخاصية. أنا ما أدري أطلع من الشاشة ولا أطلع من الكاميرا، بس إذا إني مطالع تحت فاعذروني، ترى أول مرة أجرب فيه وأشوف. يعني الأوزمو بوكيت 3 فيه ميزة تتبع الوجه، يعني إذا لفيت كذا أو رحت كذا، وأيضا مركب العدسة الوايد أنجل. فجرب معكم اليوم ومن داخل سوق الزل المناظر الليلية والتصوير الليلي. أنا ما أدري كيف الصورة راح تطلع والصوت، لكن إن شاء الله راح يضبط. أنا والله يا جماعة الخير ما يروعني إلا الشكل هذي، كل ما أجي سوق الزل هذا يروعني دايم، في النهاية يطلع تمثال. هنا بعض الكتب، مكتبات وكتب دراسية، تواريخها قديم جدا. أنا أكثر الناس يجي هنا يبيع حمزات، يعني حراج الشيء، كل ما كان قديم كل ما جاب سعر أكثر. دخلت في المكان هذا المظلم عشان أجرب معكم وضعية التصوير الليلي كيف الإضاءة. هل في نوره؟ برجع المكان المظلم وأشوف. طيب أتوقع أنه هنا مناسب. الآن بروح التصوير الليلي. الآن هذا الوضع الليلي، لو تلاحظون في مشكلة، ما في خاصية تتبع الوجه، وهذا الوضع الليلي. بعدين نصور الحين في الوضع الليلي ونجرب ونشوف إن شاء الله أفضل وأجمل، بس ما أدري عن المونتاج فيما بعد. لكن فيه سلبية واحدة، انه ما في خاصية تتبع الوجه، وهذا الوضع الليلي. الشباب والجالسين، هذا الوضع الليلي للشباب، موقع المزاد والحراج. اتوقع انه معزل الحين، لو تشوفون البواري والناس عندنا اكياس ويشيلون كل شيء. ما في شيء خلاص، اواني وفقاريات قديمة من الفضة والنحاس. باقي بعض المزاد، أنا توقعت إنهم عزلوا بس ما عزلوا، أتوقع حتى بعد المغرب فاتحين. ثمانية أبيع أسجل أبارك الله يرزقه. رجعت الوضع العادي اللي هو تصوير الفيديو العادي بدون الوضع الليلي عشان نسوي تتبع الوجه. نشوف المونتاج فيما بعد كيف افضل، الوضع الليلي ولا كذا الفيديو العادي، عشان نعتمد. طيب وقبل اكمل يا جماعه الخير، طلب بسيط، اذا عجبك الفلوق او الفرفره البسيطه اشترك في القناه، سبسكرايب شير لايك، ترى هذا يدعمني واشكرك مقدما. هذا على اسمه سوق الزر. سم هذه كاميرا. الله 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 يعطيك العافيه. انت ايه نصير هذا اللي يسمونها البوكي 3. تشوف معي، قل للمتابعين سبسكرايب وشير، لايكوا وشيروا وفعلوا قلب المتابعه يا حبيبي، ما تقصر. شكرا لك. العدسه اللي ركبتها وايد انجل، يعني لو افصلها كذا شوفوا كيف فصلتها، ركبها كيف تصير، تصير كأنها أكبر. ولا عاشقين الفن القديم، وين رحتوا وين جيتوا؟ سوق الزل راح تحصل فيه اللي تبغى، تبغى أدوات كهربائية، أدوات منزلية، أدوات شخصية، طب وتخير.
عندهم ما شاء الله زجاج كشميري وملابس كشميرية ومحلات كشميرية زي ما تشوفون. ونتوقع ما احنا نبقى أو شيء. أنا أخذنا رشفة من فلات ويت جرب. طيب ناخذنا رشفة من فلات وايت ونشوف. بسم الله يير بروفز. وزي ما تشوفون نسوي داخل محل السجاد بدأ من هاية. السلام عليكم. محل هذا محل الفوز سجاد باكستاني وكشميري. ايش نوع سجاد محمد؟ هذا سجاد باكستاني كشميري ايراني بدوي سعودي. بدوي فيه؟ في بدوي؟ وين نشوف هذا؟ بدوي هذا سجاد افغاني، سجاد باكستاني، سجاد كشميري، سجاد بدوي على كلام. والبدوي توقع انه ذاك اللون اصفر او بني فاتح. ونبيع بعض القطع الفخاريه والقطع الاثريه مثل الحجارة الكريمة وزي كذا. شوفوا شباب تبارك الله بعض القطع الفخارية والأثرية. أثناء تمشيتك داخل أسواق الزل فيه مطاعم وفيه جلسات كوفي زي ما شفت قبل شوي كذا. تعبت من المشي والفرفرة تك اشرب ري وكمل مشوارك حق ما تروق. قلعة المصمك القلعة الشهيرة العظيمة الجميلة الرائعة. طبعا اذا صرت في حول سوق سويقة لازم تمر على الساحة تاخذ برمة اما قهوة ولا شاهي ولا بطاطس ولا اكل. اهم شي البطاطس. في قطاوة كذا شكل الفقات كلها قطاوة. خلاص ما ادري مصور مليت بثيت من قطاوة صح. الوان الصفراء عاملة شغل. ميزة تتبع الوجه هذا اني اقدر اطالع قدام وتابع وين ما راح تشوفه تابع الوجه ودون ما طالع فيه عشان انت الناس تلف قدامي. هذه ميزة حلوة. إلى هنا وصلت إلى نهاية الفرفرة البسيطة. أتمنى الفرفرة دي نالت إعجابكم واستحسانكم. إلى أن ألقاكم في فرفرة جديدة شيقة رائعة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.